بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم أساتذتي وزملائي الأعزاء. نبدأ اليوم المحاضرة الحمد لله 16 لملتقى الباحثين في علم الأكاروس. النهاردة الدكتور هيثم في قسم الحشرات التطبيق وعلم الحيوان بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وإن شاء الله هيلقي محاضرة عن كيفية استخدام أو تكامل الوصف المورفولوجي أو السيستماتيكس مع التحليل الجيني ورأيه في النقطة دي إن شاء الله. دكتور هيثم تفضل، حضرتك تقدر تشير وتبدأ محاضرتك والوقت معاك بإذن الله. العنوان بتاع محاضرة النهاردة إن شاء الله هيكون عن التيك سيستماتيكس أو التقسيم الخاص بالقراط. يعني حاطين كده سبتايتل بسيط نحو دليل متكامل للتقسيم لمجموعة الإكزوديدا أو مجموعة القراط، سواء إذا كان قراط جامد أو قراط لين أو العيلة الثالثة اللي هي بنسميها الهايبريد تيكس أو الخليط في الصفات بتاعتها ما بين القراط الجامد والقراط اللين. لو قلنا انترودكشن بسيطة كده عن التقسيم بتاع القراط، فبنلاقي إن أساساً إن القراط عبارة عن مجموعة طبعاً غنية عن التعريف من الميتاستيجماتيتس أو مجموعة الأكاروسات خلفية الصهور التنفسية، لأنه الصبر التنفسي بتاعها بيكون خلف الزوج الرابع من الأرجل، وبتتضمن حقيقة أربع عائلات، هي فاميلي إكزوديدي، فاميلي أرجاسيدي. الإكزوديدي طبعا اللي هي الهارتكس أو القراض الجامد، الأرجاسيدي اللي هي القراض اللين، ميوتاليدي اللي هي هايبريدز ما بين القراض الجامد واللين في الصفات المورفولوجية، وفي عيله رابعه زي ما تطرقت في المره اللي فاتت او الويبينار اللي فات اسمها ديمو كروتونودي، وديت فيها مونو سبيسيفيك بس هي عباره عن نوع واحد زيها زي الميتاليلي دي عباره عن نوع واحد، ولكن في الديمو كروتونودي لقوها في حفريه مش عينات حيه. في المجمل فيما يزيد عن حوالي 949 نوع من انواع القراط متعرف عليه وفاليد، منهم حوالي النصيب الاكبر 731 نوع للقراط الجامد اللي هي الفاميلي بتاعت اكزوديدي، يليها على طول فاميلي ارجاسيدي او القراط اللين، ودي بتبقى حوالي 216 نوع قابل للزياده او النقصان. طبعا الاعداد ديت قابله كلها للزياده والنقصان من فتره للتانيه، لانه بيتم بعد كده ريفيجنز كل فتره والتانيه عن الاعداد ديت، هل هي فاليد ولا انفاليد زي ما هنعرف كمان شويه. النيوتراليتي دي هي مونو سبيسيفيك، فيها نوع واحد ممثل لجنس واحد في العيله كلها، والدينوكروتونيدي نفسها هي كمان مونو سبيسيفيك. طيب خلينا نسال سؤال، هل التعريف او التعرف على القراط مهم؟ الحقيقه انه فعلا يعني مهم لكذا سبب. اول حاجه انه التعرف على انواع القراط الموجوده بتدينا فكره هل الانواع ديت او النوع اللي احنا بنتعرف عليه هل هو انديميك، هل هو ويل استابليشد يعني موجود ومنتشر في الفونه بتاعه البلد عندي، ولا هو انفيسيف مجرد ان هو جاي مع عائل تم استيراده من دوله مجاوره او جاي مع طير مهاجر من الدوله الاصليه بتاعته. ده كمان هيدينا فكره عن البيهيفير بتاع السبيشيز ده والهوست رينج بتاعه، ايه هو مدى العوائل بتاعه، ايه هي العوائل اللي ممكن ان هو يتطفل عليها وياخد منها وجبه الدم بتاعته، بالاضافه لان انا لما اعرف النوع واتعرف عليه بقدر اعرف ايه هي المعلومات البيولوجيه بتاعته، اللايف سايكلز بتاعته، وبتتم بانهي شكل من الاشكال. برضو بقدر اعرف ايه هي الباثوجنز المتاحه واللي ممكن ان النوع ده ينقلها. طبعا كل نوع من انواع التيكس بيكون في مجموعه من الباثوجنز معروف ان هي مرتبطه بيه ومعروف ان هو بينقلها ل سواء الانسان او الحيوان، فبقدر من خلال ان انا اعرف النوع ده عباره عن ايه بالظبط او انهي نوع، بقدر اعرف ايه هي الباثوجنز اللي ممكن ينقلها سواء للانسان او الحيوان. واخيرا كل ده بيدي في النهايه لان انا اعمل بلان
ناجحه للمانجمنت او المكافحه بتاعه النوع ده من القراض. طيب لو بدانا بالمورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن وهي دي الطريقه الاساسيه والرئيسيه سواء في المايتس او في التيكس او حتى في الانسكتس في الحشرات ان انا اتعرف بيها على العينه الموجوده قدامي. شئنا ام ابينا انه التعرف بالطريقه المورفولوجيه او الوصف الخارجي والظاهري للانواع هيمثل دايما العمود الفقري للسيستماتكس بتاع التيكس او مجموعه الاكزوديدا وكما هو الحال في جميع الحشرات او المايتس. الحاجه الثانيه انه معظم الكمبيوتر بيست كيز المفاتيح التقسيميه المعموله بطريقه الكمبيوتر كلها اساسا مبنيه على اوصاف مورفولوجيه مختلفه. فبالتالي اذا المورفولوجي مهم جدا. طب ايه هي العقبات اللي ممكن تواجهنا في المورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن؟ اول حاجه ان هو لازم يكون عند حضرتك او عند حضرتك انتومولوجيكال اكسبيرينس، عندك خلفيه قويه بعلوم الحشرات. الحاجة الثانية بيحتاج بعض الأجهزة خاصة لو أنا في الفيلد أو في الحقل زي اللايت مايكروسكوب زي الكيز سواء برينتد أو على الموبايل، أو أنه يكون معايا comparative illustrations يعني رسومات توضيحية أقدر أقارن بها العينات اللي موجودة مع العينات اللي مرسومة في الكيز الموجود معايا. المورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن ما بيكونش هو الحل الامثل في حاله انه العينات الموجوده قدامي متشابهه، يعني في مثلا النوعين موجودين او العينتين موجودين معايا الاثنين متشابهين مورفولوجيا، فانا لو ما عنديش اصلا الاكسبيرينس في التاكسونومي بتاع التيكس دي هتمثلي مشكله كبيره. الحاجه الثانيه واللي بيتطلبها المورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن هي الانتجريتي بتاعت السبيسيمن، هل هي اساسا العينه اللي انا مجمعها صالحه ان انا اعمل ران للدايكوتوم سكيل اللي معايا ولا لا؟ ايه هو الانجورجمنت ستيتس؟ ايه هو التور او درجه التغذيه بتاعت عينه القراض اللي معايا؟ وده خاصه في حاله ايه الاطوار غير الكامله. في الناحية الثانية عندنا الموليكولر ايدنتيفيكيشن او الكاركترايزيشن، ما بعتمدش في الطريقة ديت على المورفولوجي او الوصف الظاهري ولكن بعتمد على الوصف او التشخيص الجزيئي جزيئات لعينات الدي ان اي للتيكس الموجود معايا، ودي حقيقة ليها طبعا هي حديثة نسبيا ولكن ليها مميزات كتيرة جدا. الحاجة الأولانية ان هي بتدي accurate results، بتدي نتائج دقيقة جدا وخاصة في حالة العينات المتشابهة مورفولوجيا تقدر ان هي تفرق ما بينها وتجزم بان النوع ده هو النوع كذا مش النوع اللي شبهه. الحاجة الثانية ان هي مش محتاجة اي انتومولوجيكال باك جراوند، يعني ممكن اي حد هيطبق المورفولوجيكال كاركترايزيشن او الايدنتيفيكيشن على العينة بتاعت التيكس الموجودة معاه حتى لو هو اساسا مش مشتغل بالانتومولوجي او الاكارولوجي هيقدر ان هو يوصل للنوع ده عبارة عن ايه بالظبط. الحاجة الثانية ان هي الحقيقة بتوضح بعض الجوانب الخفية عن الجينيتك اسبيكتس او الدي ان اي او الجين بتاعت العينات التيكس الموجوده معايا، بالاضافه لان انا ممكن اقدر اعرف من خلال الفيلوجينيتك اناليسيس ايه هو التطور اللي حصل للانواع بتاعت التيكس ديت او العينه اللي معايا وجات منين، ايه هي الانسيسترز او ايه هي الانواع اللي تطورت منها خلال الحقب الجيولوجيه القديمه. ايدنتيفيكيشن بيصلح مع اي ستيج سواء بيضة سواء لارفي سواء نيمف سواء أدلت وعلى أي درجة من درجات التغذية، فبينجح في كل الحالات. ومع ذلك إنه ليه بعض الديسادفانتجز أو ليه بعض العيوب. الحاجة الأولانية إن هو بيتطلب بعض الأدوات المعملية والكيميكالز والإنسترومنتس واللي في الغالب بتكون مكلفة جدا وغالية جدا. الحاجة الثانية إن هو أساسا مبني على المورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن، يعني اي نوع بيتم في الاساس تعريفه مورفولوجيا وبعد كده تعريفه جزيئيا، فبيكون الترتيب الجزيئي مبني على الوصف المورفولوجي المسبق.
الحاجه اللي بعد كده ان هي زي ما انا قلت كوستلي، يعني الادوات او الاجهزه المستخدمه بتكون غاليه جدا لبعض الباحثين. عظيم. طيب اذا احنا عندنا المورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن بعيوبه ومميزاته، وعندنا المولكيولر ايدنتيفيكيشن اللي هو احسن شويه ولكن برضه ما زال ليه بعض العيوب، وده خلى لمجموعه من العلماء زي كلومبن سنه 2000 لغايه شلينك شنايدر سنه 2020 بينادوا بحاجه اسمها توتال ايفيدنس او الانتجريتيف تاكسونومي. والحقيقه الانتجريتيف تاكسونومي هو كومبلمنتري ابروتش، اتجاه متكامل ما بين الوصف المورفولوجي وبين التركيب الجزيئي للعينه وشويه معلومات ثانيه عن البيولوجي، عن الريبرودكشن، عن الجيوغرافي او الديستريبيوشن بتاع العينه بتاعت التكستا او النوع ده، بالاضافه طبعا للمعلومات الايكولوجيه المتاحه عن النوع. فكل ده مع بعض، طبعا الجيوغرافي والايكولوجي والريبرودكشن دي معظمها يعني حاجات مدروسه بدرجه كبيره، ولذلك بيتم مجازا الاشاره للانتجريتيف تاكسونومي او التوتال ايفيدنس بتكامل ما بين المورفولوجي والدي ان اي موليكولار كاركترايزيشن بيست تيك سيستماتكس. فبنبص نلاقي انه هناخد مثال الديرتيك او الاكزوديس سكابيولاريس، ده نوع من انواع القراد الجامد. في طبعا بيكون زيه زي المايس زي الانسكس في بعض الصفات اللي بنعتمد عليها في التقسيم في كل مرحله من مراحل اللايف سايكل بتاعت التيك. فلو ابتدينا مثلا باللارفي هنلاقي هنا انه في السكيوتم، هنلاقي انه في الكابيتيولم او البيزس كابيتيولم برضه مهمه، هنلاقي في الكيتوتاكسي او خريطه شعرات موجوده على الجسم ودي بتكون مهمه، هنلاقي في الانال اوبننج وحواليها الانال جروف التجويف اللي هو حول فتحه الشرج وده مهم جدا، وطبعا مع غياب الفتحه التناسليه او الجينيتال اوبننج لان دي لارفي. الحاجه الاهم في اللارفي ان هي بتكون هيكسابود سداسيه الارجل زيها زي الانسكتس. بيجي بعد كده مرحله النيمف ودي بتكون اربع ازواج من الارجل، ففي زوج من الارجل الرابع بيتم ظهوره في حاله النمف، برضو بيكون في بعض الصفات زي السكيوتم زي الكابيتيولم الانال اوبننج والانال جروف، مفيش برضو مازال الجينيتال اوبننج. في الحاله ديت النمف بتكون مشابهه تماما في معظم التفاصيل عن الادلتس بتاع نفس السبيشيز، الاثنين شكل واحد فيما عدا بعض الملاحظات ان مفيش جينيتال اوبننج في النيمف ولكن هتكون موجوده في الادلت. الحجم بتاع النيمف بيكون اصغر من الادلت وهكذا. يجي بعد كده الادلت سواء ميل او فيميل. طيب لو جينا للفيميل بتاعت نفس النوع اللي هو الاكزوديس سكابيولاريس مثلا، هنلاقي ان الفيميل والميل بيفرق ما بينهم من الدورزال سيرفيس من خلال السكيوتم. السكيوتم بتمثل هنا في الانثى التلت الاولاني من الجسم، في حين انه التلتين بتوع الجسم الباقيين بيكونوا اكسباندبل. جزء بعد السكيوتم هنا في الفيميل بنسميه الالوسكيوتم وده مهم جدا. لانه لو مش موجود مش هتقدر الفيميل تغذى كميات دم كبيره. هنلاحظ كمان هنا ظهر معانا الجينيتال اوبننج او الجينيتال بور ودي ما كانتش موجوده ولا في النمف ولا في اللارفي. في حاله الميل السكيوتم دي بتتمدد عشان تشمل معظم الجزء الظهري بتاع التيك، وفي الحاله دي بنسميها الكونسكيوتم. والكونسكيوتم ريجيد صلبه ما بتسمحش بالتمدد بتاع الجسم، وبالتالي الذكر ما بيقدرش ياخد كميات كبيره من الدم، بياخد كميات بسيطه اللي تسمح له ان هو يعمل ديفلوبمنت للريبرودكتيف اورجنز ويعمل ميتنج لان هي دي الهدف الاسمى بالنسبه له. ملاحظه بسيطه بس ما بين الميل والفيميل في الجينيتال اوبننج، في الميل بتاع الجينيتال اوبننج الجينيتال اوبننج سوري بتاع الميل بيكون حاله الفيميل بيكون لاترالي فلاتند بيكون واخد الشكل الالونجيتد شويه. طيب يعني في معظم الصفات المورفولوجيه نقدر على
الاقل نعرف اللي قدامي ده انهي ديفلوبمنتال ستيج. لكن في الناحيه الثانيه في السوفتكس سهل جدا برضو نقدر نميزها ما بينها وما بين الهارتك اللي فات، على الاقل بالنسبه للماوث بارتس اللي كانت ممتده قدام الجسم في الهارتكس. هنا في السوفتكس بتكون على السطح البطني من الجسم زي النوع اللي قدامنا الاورنيثوروستوم. الحاجه الثانيه والاهم انه ما فيش هنا سكيوتم، وده السبب اللي احنا سميناه سوفتيك. الاورنيثوروستوم بتكون موجوده على السطح البطني في حاله السوفتيك وما بيكونش فيه سكيوتم، وده السبب اللي احنا سميناها السوفتيك، لانها ما بيكونش عندها الطرقه الصلبه الموجوده على السطح الظهري للجسم. طيب في حاله انه في عندنا اكسبشنال مورفولوجي، المورفولوجيز في وصف مورفولوجي استثنائي، الحقيقه انه احنا بنتكلم على انه السوفتكس ما عندهاش سكيوتم، ولكن في نوع زي النوثو اسبس او في مسمى بعض الريسيرشز بيسموه الجنس بتاع الكاريس، وده غالبا بيتضفر على الباس او الخفافيه، مش عارف واضح بالنسبه لكم. طيب هي السكيوتم ديت دي فولس سكيوتيك، فده بيعتبر اكسبشنال مورفولوجي. الحاجه الثانيه هي العيله الثالثه او النيوتراليلي دي، النيوتراليلي دي او النوع بتاعها اللي هو النيوتراليلي الماكوا او الهايبريتيك، بيكون فيها سودو سكيوتم، بيكون فيها الهارتي ولكن سوفت، مناسها سوفت مش صلب. الحاجه الثانيه هي الارتكيوليشن بتاع العقل. في الحاله برضو بتاعت الميتالينا ماكوا عندنا سودو سكيوتم وعندنا بولن سوكت، بتكون الاركيوليشن بتاع العقله اللي جايه من الارجل، والبولن سوكت ليج ارتكيوليشن مش موجود غير في حاله الهايبريتكس، لانه في حاله الهارد والسوفتكس بتكون الانجيتد، ما هياش متضخمه بالشكل الموجود في الصوره ده. اذا في اكسبشنال مورفولوجيز، وده بيصعب مهمه المورفولوجي في الريكوجنيشن او في الايدنتيفيكيشن لانواع التكس المختلفه. عندنا في الديفلوبمنتال ستيج بتاعت التيكس في اربع ستيج مختلفه، اللارفا، النيمف، الادلت ميل والادلت فيميل، وعرفنا الفروق الجوهريه في الشكل ما بينهم. طبعا دول نوعين مختلفين من التيكس برضه، هنا في لارفا، في نيمف، في ادلت، سواء اذا كان ميل او فيميل. وده هيخليني الحقيقه ان انا اتكلم عن بعض الرسومات التوضيحيه للنقط اللي احنا بنركز عليها في حاله المورفولوجي بتاع التيك، زي مثلا الانال جروف. الانال جروف او التجويف اللي بيكون محيط بفتحه الشرج في حاله التيكس، وده طبعا هيظهر من الجهه البطنيه. الانال جروف هل هو واضح ولا مش واضح؟ لو هو مش واضح خلاص، انما لو واضح هيبتدي ابص بعد كده هل هو الانال جروف ممتد امامي على فتحه الشرج ولا خلفي من فتحه الشرج. لو هو امامي من فتحه الشرج، قدام فتحه الشرج، هيبقى ده جنس او مجموعه واحده بنسميها البروسترياتا او الاكزودس تيكس، وده ليها حاجه مستقله هنتكلم فيها فيما بعد. لو هو خلفي بوستيريور بالوضع ده، طيب هيديني بعد كده الميتاسترياتا او مجموعه باقي الاجناس بتاعه القراط. طيب في حاله برضو ان هو لو جنس الاكزودس وان هو انتيريور بالشكل ده، النهايه بتاعته بتكون شكلها عامل ازاي؟ هل هي نهايه متصله جوينت ولا نهايه منفصله اوبن بالشكل ده؟ لان دي ليها انواع ودي ليها انواع. الحاجه الثانيه اللي هتكلم عنها هي الاد انال بليتس او البليتس اللي بتكون محيطه بفتحه الشرج، قد تكون غايبه في بعض الانواع وقد تكون موجوده اللي هي الجزء ده. طب لو هي موجوده نهايتها شكلها عامل ازاي؟ هل هي برودلي كيرفد، يعني واخده كده كيرف وبتكون النهايه بتاعتها عريضه شويه، ولا هي النهايه بتاعتها pointed مدببه بالشكل ده وبتكون حاده؟ لان دي برضو ليها اشكال وانواع ودي ليها اشكال وانواع. الحاجه اللي بعد كده هي الدي ترتيب الاسنان وعدد الاسنان الموجوده في الهايبوستوم او اجزاء الفم بتاعت التيكس. عندنا 2 بلس 2 معناها ان هنا بيكون في صفين من الاسنان يمين وصفين من الاسنان شمال، 3 بلس 3 ثلاث صفوف يمين وثلاث صفوف شمال، 4 بلس 4 او 5 بلس 5. طبعا الايدنتيكال فورميولا دي بتفرق في التفريق ما بين الانواع.
برضو الكودال ابنديجز بعض الانواع بيكون ليها نهايه كده زي الديل في نهايه الجسم، زي مثلا الريبسيفلس مايكروبلس او الستادرن كاتلتيك، او ان هي مش موجوده، فدي برضو صيغه مهمه جدا في المورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن. برضو حاجه اسمها البروز اريا او الدوائر الموجوده على الجهه الخلفيه من الهايبوستوم، هل هي موجوده ولا مش موجوده، بيكون برضو ليها صفه تقسيميه. الفيستونز الاشكال الدائريه او المربعه الموجوده في نهايه الجسم دي، هل هي بريزنت ولا ابسنت، هل هي موجوده ولا مش موجوده. الشيكس ودي عباره عن نتوءات كيوتيكيليه خارجه من الجسم، ودي في حاله السوفتيك اكتر من الهارتيك. البانكيتيشنز او النقاط الجماليه اللي موجوده على السكيوتم بتاعه التيك ديت، هل هي موجوده بصفه كثيفه ولا موجوده بصفه يعني عددها قليل وبتكون منتشره بالشكل ده. الماميلي ودي عباره برضو عن نتوءات، هل هي صغيره، هل هي كبيره، هل هي منتشره، هل هي كثيفه، دي بتفرق برضو خاصه في حالات السوفت تيك. دي كانت شويه مصطلحات مهمه جدا في المورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن بتاع التيكس. لكن لو جينا بصينا للناحيه الثانيه، انه لو اتكلمنا على كل ديفلوبمنتال ستيج من التيكس ديت، وابتدينا باللارفي، اول حاجه زي ما قلت انه في الارجاسي تيكس او السوفت تيكس اللارفي عكس الادلت، فبالتالي بيبقى سهل الحصول عليها، وبالتالي بيتم الاعتماد عليها في عمل المفاتيح التقسيميه لحاله السوفت تيكس على صفه خاصه. الحاجه الثانيه هي زيها زي المايتس، الكيتوتاكسي او الخريطه بتاعه الشعرات الموجوده على الجسم بتكون مهمه جدا. فيشرز اللي هو العدد والترتيب بتوع الفتحات اللي موجوده بتكون مهمه جدا وفايتال في حاله بعض الانواع، بالاضافه لبعض الكاركترز الثانيه زي ما احنا قلنا من شويه الدنتيشن او عدد الاسنان الموجوده في الهايبوستوم، هل هي 2 بلس 2 3 بلس 3 او غير كده. السكيوتال شيب شكل السكيوتم لو هو هارتيك هنشوف ايه شكل السكيوتم شكلها عامل ازاي، بيكون ليها اهميه برضو تقسيميه. عدد وحجم وترتيب الاشواك اللي بتكون موجوده على الكوكس بتاعه الارجل، شكل البيزس كابيتولا او اجزاء الفم، البوزيشن بتاع الانال جروف اللي انا نوهت عنه من شويه بيكون وضعه ايه، هل هو امامي ولا خلفي ولا هو اساسا غايب. برضو لو موجود الفيستونز، لانه بعض الانواع ما بيكونش فيها فيستونز، شكل وترتيب وعدد الفيستونز بيفرق في التفرقه ما بين الانواع. طب لو اتكلمنا بعد كده على الديفلوبمنتال ستيج الثاني اللي هو النيمف، زي ما انا قلت ان هي بيبقى اربع ازواج من الارجل، وبتكون اصغر من الكون سبيسيفيك ادلتس من الادلتس بتاعت نفس النوع بتاعها، بالاضافه طبعا ان هي ما عندهاش جينيتال بور لسه. في بعض الحالات بيكون التفرقه ما بين النيمف وما بين الادلت لنفس النوع من خلال المورفولوجي بتاع الهايبوستوم او اجزاء الفم. مثال مثلا زي الاوتوبياس ميجنياي، النوع ده النيمف بتاعته بيكون فيها اسنان، لكن الادلتس ما عندهاش اسنان. ليه؟ لانه الادلتس بتاعت النوع ده ما بتتغذاش، ديت هي حاله شاذه، بتكون في فرق ما بين الاسنان، هي موجوده في حاله النيمف ومش موجوده في حاله الادلتس. بالاضافه لبعض المميزات الثانيه زي البروز اريا، هل هي موجوده؟ لا مش موجوده في حاله النيمف. برضو الاكسسوري بليتس او بعض الصفائح اللي بتكون ملمه بفتحه الشرج ما بتكونش موجوده. عدد وترتيب الاشواك اللي بتكون موجوده على كل عقله او كل حلقه من حلقات الارجل مهمه. العدد العقل بتاعه الملامس القدميه وشكلها وطولها، عدد الدنتيشن والفورميولا بتاعتها، شكل السكيوتم، والبانكتيشنز الموجود لو هو موجود، بالاضافه للصفيحه اللي بتاعه الثغر التنفسي شكلها عامل ازاي، بيكون مهم جدا ان احنا نعرفها. لو اتكلمنا بعد كده عن الادلتس، الادلتس بيكون مشابه الى حد ما للنيمف، ولكن مع بعض الاختلافات، اهمها هو الحجم طبعا.
المامالي الموجودة على الجسم اللي احنا شفنا شكلها من شوية، شكلها وعددها بيكون مهم. الديسكس الموجودة على الإيديوزوما من جهة ظهرية، البروجيكشن بتاع أجزاء الفم مع الجسم، طريقة اتصال أجزاء الفم مع الجسم في حالة مثلا السوفتكس، الكاميروستوم شكله عامل ازاي وأجزاء الفم. طيب الجينيتال أبيرشر أو الفتحة التناسلية شكلها مهم، الدينتيكال فورميولا برضو بيكون شكلها عددها وترتيبها مهم، الجروفز أو التجاويف الموجودة على المنطقة بتاعت الإيديوزوما مهمة، الآيز موجودة ولا لا، لأنه في بعض الأنواع من التيكس بتكون آيلس ما عندهاش عيون، وفي أنواع تانية بيكون عندها عيون فده مهم، التكشر أو الملمس بتاع السكيوتن نفسه مختلف من نوع للتاني، الكود الأبنديج اللي هي الزايدة الزيلية اللي بتكون موجودة في نهاية الجسم هل هي موجودة أو لا، والأدأنال بليتس شكلها. في اختلافات ما بين الأنواع من الصفات المورفولوجية وما بين التطور من اللارفا للنيمف ومن النيمف للأدلت. طب برضو حاجة تانية بتخلي المورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن صعب، هو لو إن العينة بتاعتي مش انتجريتد، مش مهيئة إن أنا استخدمها في عملية المورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن من خلال مثلا تشوه حصل لها في المورفولوجي بتاعها. فلو جينا مثلا شفنا بعض الأمثلة، هنا نوع من انواع التيكس اللي هو الدرماسنتور نوتالي، في بعض الارجل زي ما احنا شايفينها في دي فورمد او حصل لها انكماش، ودي ممكن تاثر على عمليه المورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن بتاعه النوع. في حاجات تانية زي انه في نوع مثلا الاكزودس سكابيولاريس، المفروض ان هو الادلت بيكون عنده 4 ازواج من الارجل، هنا في 7 بس. وفي برضو asymmetrical deformation في الشكل بتاعه، السيمترية مش كاملة. في حاجات تانية زي انه في الامبليوما لبيدا مثلا الادلت المفروض بيكون فيها genital pore، هنا ما في genital pore، وده mutation خطير جدا ممكن يأثر على عملية المورفولوجي. نوع تاني زي recessiveless pophless decoloratus، زي ما احنا شايفين في instruction موجود في منتصف الجسم او انكماش بيأثر على السيمترية بتاعة أجزاء الفم وبتاعة الأرجل. أنواع تانية برضو هنا زي الأمبليوما أمريكانم، ده ليه 7 أرجل مش 8 من الأرجل، وبيكون في أجزاء الفم زي ما احنا شايفين هنا بالميكروسكوب الإلكتروني فيها تشوه كبير جدا، وده هيأثر على عملية الايدنتيفيكيشن مورفولوجيا فيما بعد. أنواع تانية زي الهيالوما إمبلتيتم بيحصل فيه body deformation أو في تآكل من منطقة كده من الجسم، أو إنه يكون فيه scars، يكون فيه جروح موجودة في مناطق مختلفة من الجسم زي الهيالوما إمبلتيتم ده، أو إنه في بعض الـ adanal plates زي هنا الـ subanal plates مش موجودة، واحدة موجودة وواحدة مش موجودة في القراض الجمال أو الهيالوما دروميدراي، أو إن الجسم كله منكمش في الحالة دي زي الريبسيفلس فيرتسي، أو إنه يكون في التهابات موجودة في الجسم وانكماشات تأثر على عملية سليمة للمورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن. إذن في حاجات تانية زي هنا مثلا نوع من الإكزودس سكابيولاريس نيمف، النيمف بتاع النوع ده كان فيها تشوه إنه ليها 2 أنيس، ليها 2 فتحة شرج مش واحدة. فكل الابنورماليتيز ديت او المورفولوجيكال ابنورماليتيز ديت بتفرق في عمليه المورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن وبتعوق الوصول للنتيجه الصحيحه من عمليه المورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن، فدي بتزيدها صعوبه. طيب الحل اللي بعد كده ايه؟ الحل اللي بعد كده وهو الموست اكيوريت ان انا اوصل للموليكولار بيست تيك سيستماتكس. والحقيقه ان انا عشان استخدم الموليكولار بيست سيستماتكس لازم اتطرق لكذا حاجه. الحاجة الأولانية لازم أن أكون عارف الأوريجين بتاع التيكس، إيه هو الفترة الزمنية اللي ظهر فيها التيكس، وأي الأنواع والأجناس ظهرت من أي أنواع أخرى. فهنتطرق لكذا نقطة. فكان في محاولات مبدئية اعتمدت طبعا على كذا أسلوب زي المورفولوجي، زي دورة الحياة، زي ان انا اربط النوع المعين من التيكس بنوع العائل بتاعه، او ان انا ادرس الترتيب بتاع الكروموسومات بتاعه،
او ان انا اشوف ايه هو التوزيع الجغرافي او الديستريبيوشن بتاعه في الدول المختلفه والكونتيننتس القارات المختلفه. والحقيقه المحاولات ديت استمرت من سنه 66 لسنه 93. لو بصينا في اول حاجه على الاوريجين او الايرلي هايبوثيسيس بتاعه التيكس، لازم ان انا اتكلم عن الحقب الجيولوجيه المختلفه اللي كانت موجوده في القدم. والحقيقه ان هم كذا ايرا، ابتدت بالاول بحاجه اسمها الليت بروتيروزويك، وبعدين الباليوزويك، وبعدين الميزوزويك، وبعدين السينوزويك. وكل واحده من دول الحقيقه فيها اكتر من بيريود، اكتر من فتره. يعني على سبيل المثال في الباليوزويك هنلاقي الكامبيريان، الاوردوفيجيان، السيلوريان، الديفونيان، لغايه الجوراسيك اللي هي حقبه الديناصورات. وكل فتره من دول ابتدت من اكتر من 650 مليون سنه. يعني مثلا الليت باليوزويك هنا من 650 مليون سنه لغايه 550 مليون سنه، وهكذا. طيب المحاولات القديمه لمعرفه الاوريجين بتاع التيكس ابتدت بمقوله انه الاكزوديدا او القراد ظهر في فتره او حقبه الليت باليوزويك، يعني من 252 ل 541 مليون سنه فاتوا، وكان ظهورها عباره عن متطفلات على الزواحف. الدايفيرجنز بتاع اللينجز او التطور ان هي تبقى هارتيك وسوفتيك ظهر في فتره او حقبه الميزوزويك. طبعا دي كلها افتراضات بناء على ظواهر تم ملاحظتها. كان في فتره الميزوزويك ما بين 252 ل 266 مليون سنه قبل الميلاد، واللينجز كانت عباره عن الانسيستورز بتاعت الهارتيكس والسوفتيكس. اجناس زي الامبليوما والابونوما والهامافايساليس دي كلها اجناس من التيكس الحالي، تطورت وظهرت في فتره الكريتيشيس من 146 من 66 ل 146 مليون سنه فاتوا. وان الحقبه بتاعت التيرشري بيريود اللي هي ظهرت من 3 مليون ل 66 مليون سنه، دي شهدت ظهور الريبيسيفالاين تيكس او التيكس التابع لاجناس الريبيسيفلس وما الى ذلك. وانه السوفتيكس كلها عباره عن مونوفيليتك جروب. يعني ايه مونوفيليتك؟ يعني مونوفيليتك يعني ليها او بتشترك او جايه من نفس الانسيستور، من نفس الاصل. وبالتالي ظهر بعد كده اثنين كليدز، سيسترز كليدز، او مجموعتين متشابهتين اللي هي الارجاسيني بتشمل جنس الارجاس، والاورنوثريني دي بتشمل باقي الاجناس بتاعت السوفتيك. وان جنس الاكزوديس اللي احنا بنسميه البروستريت تيك ده كان من اوائل المجاميع اللي ظهرت في مجموعه القراد. طبعا الاعتقادات ديت او الافتراضات ديت بدات من سنة 78 لسنة 85. لكن بعد كده في سنة 89 تم الإيضاح أو تم الافتراض إنه الأكاريفورم مايتس ظهر في فترة الديفونيان اللي هي من 358 ل 419 مليون سنة. وبالتالي من الأقدر إن الباراسيتي فورمز وبتشمل معاها التيكس تكون ظهرت في نفس الفترة. ده اعتقاد قالوا عالم اسمه أوليفر سنة 89. وإن هي نشأت أساساً كطفيليات على البرمائيات مش الزواحف زي ما كان معتقد. في سنة 94 تم افتراض إنه التيكس ظهر قبل انشقاق الأرض إلى الكونتيننتس المختلفة. الأرض قبل ما توصل للقارة الأفريقية والأسيوية وما إلى ذلك كان اسمها البانجيا وكانت كتلة واحدة. فقبل ما يتم انشقاق الارض للقارات المختلفه كان التيكس ظاهر. اجناس زي الاكزودس والامبليوما والابونوما بدا ظهورها منذ 180 ل 190 مليون سنه. دي افتراضات برضو. جنس الهيمفايسالس والدرماسنتور ظهروا في عصر الديناصورات في الجراسيك والكريتيشيس. اما الريبيسيفلس والهيالوما دول اخر الانواع والاجناس تطورا
كانت في فترة الباليوزويك والريبسيفلس أساسا نشأ في أفريقيا، أما هيالوما اللي هو قراد الجمال نشأ في آسيا. طيب مازال في كونفليكت عند العلماء إنه الأوريجين بتاع التكس كان إيه بالظبط، فحاولوا إن هما يعتمدوا على شيء آخر وهو الفوسل ريكورس. طبعا ده بيخش مع تحليل الـ DNA بتاع الفوسيلز اللي بيلاقوها. فبدأت سنة 1916 انه تم وصف عينة من الحفريات لجنس الدرماسنتور، كانت من 2.5 لـ 5.3 مليون سنة تقريبا تم تأريخها. بعد كده تم وصف عينة حفرية شاملة للنوع إكزوديس ساكسينيوس، ودي كانت من 35 ل 40 مليون سنة. ثم اكتشاف حفرية لجنس الأمبليوما قريب من الجنس من النوع الحالي اللي هو الأمبليوما أرجنتينا، وده كان تاريخه ل 15 ل 20 مليون سنة. ثم بعض تم العثور على حفرية تضم بعض اليرقات لجنس الأمبليوما والأورنيثودورس، وتم تاريخها لفيما بعد. ثم أقدم حفرية وجدت حتى الآن للقراد كانت لنوع اسمه الكاريوس جيرسي، وتم تأريخه ل 90 ل 94 مليون سنة. أما آخر حفرية وجدت كانت لنوع اسمه إكزودس سيجولس. وعموما فإن بافتراض أن الحفريات ديت هي الصدقة في مقولة إمتى القراد تم ظهوره على وجه الأرض، فلا بد إن إحنا نتطرق لإنه جنس الأمبليوما والكاريوس ظهروا في الوقت متأخر من الكريتيشيوس، وده بيحط افتراضية لإنه الإكزوديدا ظهرت قبل كده، قبل فترة الكريتيشيوس. برضو مازال في كونفليكت كبير جدا حتى بعد الاعتماد على الحفريات وبعد الاعتماد على المورفولوجي والايرلي اتمتس موجوده. طيب بس احنا بنتكلم على ان احنا عاوزين نعرف ايه هو الطريقه السليمه للتاكسونومي بتاع التكس، فابتدى بعد كده نشوف الانفستيجيشنز بتاعه الفيلوجينيتك اناليسيس او النشوء والتطور بتاع انواع التكس المختلفه. وبالتالي تم التطرق للتركيب بتاع الـ DNA بتاع التيكس أياً كان إيه هو نوعه. وهنا لازم نبين أنه في فرق جوهري في الـ DNA ما بين البروكاريوتس واليوكاريوتس، من خلال أنه الـ DNA ده عبارة عن مجرد تتابعات نيوكليوتيدية. التتابعات دي بيتم تكرارها بمسافات منتظمة، بيسموها التاندم ريبيتس. التاندم ريبيتس، طيب في حالة البروكاريوتس بيبقى فيه جزئين طبقا للريبوسوم، في السمول سب يونت ريبوسوم واللارج سب يونت ريبوسوم. في حالة البروكاريوتس في السمول سب يونت بيتسميها 16S، وبعدين بيليها ال 23S، وبعدين بيليها ال 5S، وبعد كده بتبتدي ان هي تعيد نفسها مرة ثانية. طبعا المعلومات دي تم الحصول عليها بعد دراسات كتيره جدا في المولكيولر ايدنتيفيكيشن لمجموعه الاكزوديدا او الكائنات الحيه بصفه عامه. في اليوكاريوتس لا، في اليوكاريوتس بيحل محل 16S 18S، وبعدين بيجي ال 5.8S ثم ال 28S، وما بين كل واحده والثانيه بيكون في نون فانكشنال سبيس، في تتابع نيوكليوتيدي يعني غير معروف الوظيفه، بنسميه الانترنال ترانسكرايبد سبيسر. والحقيقه في منه اثنين، ITS1 وITS2. الITS1 ده الانترنال ترانسكرايبد سبيسر 1، والITS2 انترنال ترانسكرايبد سبيسر 2. لازم نفرق ما بين حاجتين، الجينز ديت هل هي المصدر بتاعها موجود في النيوكليوس ولا موجود في الميتوكوندريا، لأن مهم جدا. في حالة مثلا البروكاريوتس بتكون الـ 16S نيوكلير. طب في حالة اليوكاريوتس أنا مش شايف في التتابع النيوكليوتيدي بتاعه في 16S، لكن في الحقيقة هي بتحتوي على 16S ولكن المصدر بتاعه ميتوكوندريا مش نيوكلير. الفرق ما بين الاثنين إنه الجينز اللي بتكون موجودة في حالة الميتوكوندريا
بتكون مقاومة 16S مصدره في البروكاريوت هو النيوكليوس. في حالة اليوكاريوت ما فيش 16S، يعني لو بصينا على التتابع النيوكليوتيدات الموجود هنا ما فيش 16S، في 18S نيوكليار. ولكن 16S في حالة اليوكاريوت مصدره هو الميتوكوندريا مش النيوكليوس. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الجينز او التتابع النيوكليوتيدات الموجودة في الميتوكوندريا بتكون اولا resistant للديجريديشن الى حد ما عن النيوكليار، بتكون مقاومة شوية للتكسير، وبتكون عندها high covers، high number of covers، في نسخ كتير جدا منها عن اللي موجودة في النيوكليوس، فبالتالي بيتم الاعتماد عليها. حاجة تانية انه الشكل بتاع الجين نفسه في النيوكليوس بيكون linear، بيكون مستقيم، اما في حالة الميتوكوندريا بيكون circular، بيكون دائري. فده بيدي ميزة للميتوكوندريال جينز عن النيوكليار جينز. طيب ازاي انا اقدر استخدم الدي ان ايه ان انا اطوعه في في عملية الموليكولار كاركترايزيشن وايدنتيفيكيشن للتكسر؟ من خلال تكنيك بسيط معظمنا سمع عنه، هو البي سي ار او البوليميريز تشين رياكشن. اللي بيحصل ان انا بعمل اكستراكشن للخطوة الاولانية، اكستراكشن للدي ان ايه كله، يسميه توتال جينوميك دي ان ايه. بعدين بجيب بحدد الاول الجين اللي انا عايز اعمل له كاركترايزيشن، وبصمم له حاجه اسمها البرايمرز، وبعدين بعمل له ديتكشن. فبيبتدي هنا الفورورد برايمر والريفرس برايمر يمشوا في اتجاهين معاكسين بحيث يعملوا امبليفيكيشن او طباعه كوبيز زياده للنوع او الترتيب النيوكليوتيدات الموجوده في الجين اللي انا عايز اعمله امبليفيكيشن. وصلت للامبليفيكيشن ده، باخده بعد كده بعمل له سيكونسنج عشان اعرف ايه هو تتابع النيوكليوتيدات المحدد اللي انا عملت له كاركترايزيشن. بعد ما بيطلع لي بروح على الداتا الافيلبل موجوده على الجين بانك في الانترنت في الان سي بي اي، وبعمل ماتشنج النتيجة اللي طلعت لي مع الأنواع المتاحة، فبيطلع similarity أو بيطلع homology ما بين الـ sequence بتاعي والsequence الموجودة في الداتابيز. say مثلا طلع أنه similarity دي حوالي 98 أو 99% مع نوع معين، فبيبتدي الجزم بين النوع اللي موجود معايا هو نفس النوع الموجود في الداتابيز اللي هو النوع الفلاني، وبالتالي بتتم عملية الايدنتيفيكيشن بنجاح. بعد كده بتليها عملية الداتا اناليسز اللي هي الفيلوجينيتك اناليسز عشان نعرف الايفولفمنت ونعرف ال نقول ايه الديفلوبمنت حصل في انهي حته او من انهي جنس او انهي نوع اخر من الانواع اللي كانت معروفه، او حتى انحدر من انهي انسيستور. أول محاولة لمحاولات الموليكولار ايدنتيفيكيشن للتيكس كانت سنة 94، واحد اسمه بلاك وأنا واحد اسمه بيزمان عملوا خريطة للموليكولار ايدنتيفيكيشن لأنواع مختلفة من التيكس باستخدام الـ 16S RDNA. طبعًا هنا أنا كاتب إن هو ميتوكوندريال، لأن إحنا متفقين إنه 16S مش نيوكليار في حالة اليوكاريوت، فهنا هيكون ميتوكوندريال. فعملوا analysis لل 16S RDNA sequence، والحقيقة ما حصلوش على resolution كويس أو دليل قاطع للمستوى فوق الأجناس بتاعة العينات اللي استخدموها. وبالتالي ده طرح سؤال تاني عن التاكسونومي المعتمد على المورفولوجي بتاع التيكس، زي مثلا المونوفايلي. المونوفايل زي ما انا قلت انه هي الانواع او الجروبس المشتركه من المشتركه في لنفس الجلد او لنفس الانسيستور، بنسميها مونوفايل. ده عكس حاجه اسمها البارافايلي او البارافيليتك. البارافيليتك بتكون الاجناس المنحدره او الديسنتنت مختلفه عن بعض مش لنفس الجلد. فطرح سؤال التحليل اللي هم عملوه سنه 94 ده، طرح سؤال بالنسبه للمورفولوجي، وهو المونوفايلي ما بين الارجاسيدز وجنس من الميتاسترياتا او الهارتكس زي الامبليوما، هل هم فعلا بيشتركوا في نفس الجد او نفس الانسيستور ولا مختلفين؟
ده طبقا طبعا للفيلوجينيتك اناليسز اللي عملوه. برضو الدراسه دي حقيقه شهدت انه في ويك سبورت، في شك في ان السب فاميلي بتاعت الاورنوثريني اللي هي السوفتكس ليها سبورت ان هي تكون مع الارجاسمي او السب فاميلي الثاني اللي هي بتاعت السوفتك. هل هم فعلا مشتركين مع بعض في نفس الجد ولا لا؟ برضو عملت ريكونستراكشن وحطت الجنس بتاع الهيالوما اللي هو قراد الجمال ضمن السب فاميلي الريبيسيفاليني، وما هياش سب فاميلي مستقله زي ما كان بيتقال من قبل كده. الحاجه الثانيه ان هي طرحت دراسه ال 16S دي طرحت انه الاكزوديدي او الهارتيكس ظهر في وقت متاخر من فتره او حقبه الجوراسيك اللي هي حقبه الديناصورات منذ 140 مليون سنه فاتوا، ودي كانت الحقيقه قريبه من الافتراض اللي فرضته واحده من روسيا عالمه كبيره اسمها فيليبوفا سنه 77، وكانت معتمده في الدراسه ديت على الهوست اسوسيشن او الارتباط ما بين التيكس وما بين نوع العائل بتاعه. تالت الدراسه ديت سنه 97 نفس العالم بلاك ومع علماء اخرين، ولكن في الفتره ديت هو اعتمد على جين تاني اللي هو ال 18S، وال 18S هنا في الحاله ديت هيكون نيوكلير مش ميتوكوندريا. ليه؟ لانه بيكون هايلي كونزرفد. يعني ايه هايلي كونزرفد؟ يعني متشابه الى حد كبير ما بين الانواع وبعض. طيب قالت ايه الدراسه ديت؟ قالت انه الارجاسيني اللي هو بيتبعها جنس الارجاس من السوفتكس وجنس الامبليوما من الهارتكس الاثنين مونوفيليتك، الاثنين يشتركوا في نفس الانسيستر. وقالت انه جنس الامبليوما كانت الدراسات القديمه بتحط جنس الهيميوفيسالس تحت الامبليوما، وده مش صحيح. تم الجزم ان هو ده الكلام ده مش صحيح، ده جنس وده جنس مختلف تماما. وقالوا انه الهيالوما اساسا نشات ضمن سب فاميلي ريبيسيفاليني، وده دعم الدراسه السابقه اللي كانت قايمه على ال 16S. عموما انه ال 18S ار دي ان اي اثبت انه الافتراضيه بتاعت انه الهارتكس ظهر مؤخرا بعد ظهور السوفتكس طبقا لدراسه هوكسترال والاشلمان سنه 82. طيب دراسات بتعتمد على 16S ميتوكوندريا 16S ودراسات بتعتمد على النيوكلير 18S. ده مصدر الميتوكوندريا وده مصدر النيوكليوس، والاثنين قد يكونوا فيهم كونفليكت او فيهم تضارب بارادوكسيكال. فالحل اللي كان متاح في الفتره ديت انه جاء كلومبن والمدرسه بتاعته سنه 2000 هو الانتجريتيف تاكسونومي، او ان انا استخدم المورفولوجي سبورتد مع المولكيولر ايدنتيفيكيشن عشان اوصل للتوتال ايفيدنس للنوع او السبيسيمين بتاع التيك الموجود قدامي. وفعلا تم الاعتماد على تكامل ما بين المورفولوجيكال والنيوكليار والميتوكوندريال داتا بيزز كلها مع بعض، والكونكلوجن اللي وصلوا له انه السوفتكس والهارتكس سواء اذا كان ميتاسترياتا او بروسترياتا كلهم مونوفيليتك، كلهم بيشتركوا في نفس الانسيستور او طالعين من نفس البيز. جنس الاكزوديس ما زال مستقل بذاته، فهو بارافيليتك مش مشترك مع الانسيستور بتاع الارجاسيدي او الميتاسترياتا. اول ظهور لجنس الاكزوديس تم التوصل ان هو تم في استراليا، في منطقه في استراليا مش في حته ثانيه، وانه الانتشار القاعدي لجنس الامبليوما كان كمان في استراليا. عموما في سنه 2011 تم تحليل برضو ال 18S RDNA sequences، وتم الوصول لانه في مونوفايلي او اشتراك في نفس الجد لكل التيك الفاميلي والسب فاميلي، كل الانواع طلع من نوع واحد. وعرضت النتيجه ديت بالنسبه للفاميلي التالت اللي هو النيوتاليليدي، ان النوع ده كان بيعتقد ان هو نوع وسطي ما بين السوفتك والهارتك، ولكن تم التوصل هنا ان هو مجموعه مستقله كانت موجوده وما زالت، وظهرت مع ظهور الجوندوانا. الجوندوانا ديت هي عباره برضو عن كتله صخريه ارضيه قبل الانفصال للقارات المختلفه، كانت بتشمل افريقيا والهند
واستراليا وما الى ذلك. فهي ظهرت في الوقت ده ولكن كان ليها different host، كان ليها عوائل مختلفه. طيب نقدر نوصل من الدراسات دي كلها لايه؟ الconclusive findings انه النيوكليار ريبوسومال جين سيكونسز اللي هي الجينات اللي مصدرها النيوكليس بتدي معلومات مهمه جدا على مستوى الفاميلي والسب فاميلي. طب الميتوكوندريال، الميتوكوندريال مع النون فانكشنال سبيسرز اللي هي الاي تي اس 1 والاي تي اس 2 بتدي صوره اوضح للانترا جينيريك والانترا سبيسيفيك ليفلز. فدي ليها استخدام ودي ليها استخدام، دي ليها افضليه في حاله الفاميلي والسب فاميلي، ودي ليها افضليه اللي هي الميتوكوندريال ليها افضليه في حاله السبيسيفيك والجينيريك ايدنتيفيكيشنز. ده هيخلينا نروح لناحية تانية وهي الـ population genetics. إيه هي الأجزاء الوراثية للـ population statistics؟ والحقيقة هي فيها أكتر من جزء. لازم نتطرق للوضع التقسيمي، لازم نتطرق فيها للتاريخ الديموغرافي، لازم نتطرق فيها للانتشار والمناطق الجغرافية المنتشر فيها الأنواع ديت. إيه هي الاستراتيجية اللي تتبعها الأنواع ديت من القراض في التكاثر؟ وايه هي الجينيتك بارامترز بتاعه الانواع. طبعا مش هنتطرق ليها كلها ولكن بعض الحاجات المهمه لازم نكون عارفينها اللي هي الميتوكوندريال والنيوكليار جينز. ده اول جزء انه الكونكلوجن هنا بيكون انه الهاي ليفل بتاع التاكسونومي لازم يكون فيه التكامل زي ما احنا بنقول وزي ما هو واضح من عنوان البرزنتيشن، في تكامل ما بين المورفولوجيكال والموليكولار ايدنتيفيكيشن. برضو انه الانواع المتشابهه مورفولوجيا دي حقيقه لما بيجي يتم تحليلها جينيا بتكون خافيه اختلافات جينيه قد تكون غير ظاهره مورفولوجيا، لانه دايما المورفولوجي المفروض ان هو بيكون ريفليكشن للاختلافات الجينيه، لكن مش دايما. في انواع مورفولوجيا متشابهه جدا ولكن جينيا فيها اختلافات مهمه، والعكس بالعكس قد تكون الانواع مختلفه مورفولوجيا ولكن فيها بعض التشابهات الجينيه اللي ما بتديش ريفليكشن واضح ما بين المورفولوجي وما بين الموليكولار ايدنتيفيكيشن. ال 16S RDNA الاناليسيس بتاعه تم استخدامه في اثبات نوعين مثلا زي الاكزودس نيوتومي والاكزودس سباين بالبس، ان الاثنين دول نوع واحد مش نوعين. دايما كان معتقدين ان الاكزودس نيوتومي ده نوع مختلف عن السبايني بالس، لكن بعد التحليل جزيئيا على اساس ال 16S تم اثبات انه النوعين دول ان هما نوع واحد. استخدام مثلا جين زي السيتوكروم اكسيداز 3 برضه تم استخدامه في تحليل او تحديد النوع المدى الجغرافي او الانتشار بتاع النوع ده بناء على التركيب الجين دي. الانترنال ترانسكريبت سبيسر او الاي تي اس 2 برضه تم استخدامه لمعرفه الاستراكشر بتاع البوبيوليشن لنوع الاكزودس فولوسايكلس، وده النوع اللي بيسبب الشلل، شلل القراض المعروف ومنتشر جدا في استراليا. اخيرا ال 28S تم استخدامه على نطاق واسع علشان برضه يعرفوا المدى الجغرافي او الديستريبيوشن بتاع نوع الامبليوما فاريجيتم. والحقيقه ده ادى مدى جغرافي او مدى ديموغرافي مختلف عن اللي كان بيتم اعتقاده فيما قبل. نوع تاني من الماركرز او الدي ان اي ماركرز اللي ممكن نستخدمها بنسميها المايكرو ساتلايت ماركرز. في السب فاميلي بتاع الريبسفاليني، وده من اكبر السب فاميليز الموجوده، بيضم طبعا اجناس مختلفه مش جنس ريبسيفلس بس، زي المجروبس، زي الريبسنتور، زي النوزوما، زي الهيالوما. في حاله الدرماسنتور بالرغم انه كان في جنس تاني اسمه الانوسنتور، بتحليل جينيا بناء على ال 16S RDNA sequences لقوا انه في تشابه كبير جينيا ما بين نوع اسمه الانوسنتور نايتنز ونوع تاني من الدرماسنتور اسمه البوبيكتس. وبناء عليه تم نقل جنس الانوسنتور لجنس الدرماسنتور بالانواع بتاعته.
في نوع تاني او جنس تاني زي الهيالوما واللي تابع لنفس تحت الصف فاميلي اللي هي الريبوسيفاليني، وبناء على الجين بتاع السي او 1 او السيتوكروم اكسيداز 1 لقوا انه في ناتشرال هايبريدايزيشن او في انتر بريدنج حصل ما بين انواع مختلفه من الهيالوما زي الهيالوما رفيبس وترانكاتم ودوميدراي، وده نشا عنه انواع مختلفه وطرح فرضيه انه الانواع ديت ما خدتش بالشكل الكافي القدره ان هي تقدر ان هي تنحدر من انسيستور واحد، وان السبب الرئيسي في ظهور اشكال مورفولوجيه مختلفه هي التوزيع الجغرافي والايكولوجي للانواع المختلفه. في حاله الريبوسيفلس وفي تحديدا في سنه 2008 الدراسات الجزيئيه، واللي طالما كنا بنقول انه في جنس اسمه البوفلس اللي هو الجنس الخاص بقراد المواشي، تم نقله لجنس الريبوسيفلس بناء على ال 12S وال ITS2 sequences، وانواع ثانيه زي الريبوسيفلس تيرانيكاس والريبوسيفلس سانجوينياس والبوميليو والروسيكاس تم اثبات ان كلهم يعتبروا نوع واحد. جينات ثانيه زي ال 12S وال ITS2 والانزيم الكتروفوريسيس قالت انه الريبوسيفلس ابينديكيولاتس والريبوسيفلس زامبينسيس في الحقيقه هم فعلا نوعين مختلفين مورفولوجيا. وده هيودينا النقطه من اكبر المشاكل دلوقتي اللي بتقابل المشتغلين في التاكسونومي بتاع التيكس، وهي كومبلكس مشهور اللي هو الريبوسيفلس سانجوينيس، بنحط الاس ال اللي هي سينسيو لاتو، ان الكومبلكس ده بيضم حوالي 17 نوع من الريبوسيفلس كلهم متشابهين مورفولوجيا، صعب جدا التفرقه مورفولوجيا ما بينهم. وبالتالي تم تقسيم النوع ده او البوبوليشن ده لثلاثه لينيج او ثلاث بوبوليشنز طبقا للبيئه اللي بيعيش فيها او المكان اللي بيتواجد فيه، زي التمبريت لينيج وده بوبوليشن من نفس النوع لو ريبوسيفلس سانجوينيس ولكن بيعيش في المناطق البارده ذات المناخ البارد زي الدول الاوروبيه. التروبيكال لينيج وده بيعيش في الدول ذات المناخ الحار الاستوائي. والساوث ايسترن لينيج وده ستيل انكلير مش واضح حتى الان، بيعيش في الدول الموجوده في جنوب شرق اوروبا زي رومانيا زي اليونان، وده ستيل انكلير. ولكن مؤخرا في 2021 في دراسه قالت انه عشان يقلل الكيوتيك مورفولوجيكال ايشو ده التروبيكال لينيج تم الاستناد على المورفولوجي الخاص بنوع تاني اسمه ريبوسيفلس لينياي، وفي اقتراح ان هو يتم تغيير التروبيكال لينيج للريبوسيفلس لينياي، في حين انه النوع الاساسي اللي هو ريبوسيفلس سانجوينيس سينسو ستريكتو هو هيمثل التمبريت لينيج على اعتماد انه النوع الاصلي اللي تم وصف النوع بتاع الريبوسيفلس سانجوينيس ده منه كان من فرنسا ذات المناخ البارد. طيب ايه هو الفورمال بروسيدور اللي نقدر نعمله لو اي عينه سبيسيمن بتاعت تيكس جت في ايدينا؟ اول حاجه بعمل مورفولوجيكال اكزامينيشن، وده هيوديني لاحتمالين A1 و A2. اول حاجه الA1 اللي هي مورفو تايب 1 ان هو يكون مشابه الى حد كبير لنوع معروف اصلا وموصوف، وبالتالي بناء على الكومباتيبل مورفولوجيكال كاركترز التشابه ما بين النوع اللي موجود معايا والنوع المعروف بقدر اقول ان ده نوع كذا، نوع اصلا متعرف عليه، ولكن ما اقدرش اجزم بده غير لما اعمل جينيتك اناليسيس بناء على الدي ان اي لاي جين ايا كان ايه هو، وده هيوديني الاحتمالين يا اما هم جينيا متشابهين وفي الحاله ديت 100% ده هو النوع ده، او جينيا مختلفين وده هيودينا لحاجه اسمها الكريبتك سبيشيز. الكريبتك سبيشيز في الحاله دي هيكونوا مورفولوجيا سيميلر متشابهين ولكن بيولوجيكلي مختلفين، ما يقدروش يعملوا انتربريدنج مع بعض، فبالتالي ما اقدرش اجزم ان هو النوع ده كذا. الحاله الثانيه اللي هي A2 ان هما هيكون مورفولوجيكلي سيميلر متشابهين مورفولوجيا ولكن مختلفين عن نوع معروف، يعني اذا اقدر ان انا اقول ده نوع جديد، مش هقدر اقول الكلمه دي غير لما اعمل برضه جينيتك اناليسيس دي ان اي سيكونسنج وموليكولار كاركترايزيشن، ف
فأقدر أقول إن هو النوع ده الـ DNA بتاعه أو الـ sequence بتاعه مختلف عن أي نوع تاني معروف فـ 100% the new species. ففي الحالة ديت هقدر إن أنا أحدد من خلال الـ integrative taxonomy ما بين الـ genetic ومين المورفولوجي على أنواع مختلفة. شكرا جزيلا دكتور هيثم، المحاضره يعني دسمه جدا وفتحت شهيتنا لشغلنا احنا في مجال الاكاروس. كمان احنا يعني على حذر بنلجا متجه للجينيتكس، بس عشان الوقت دكتوره وفاء عامر يا ريت حضرتك اعرفي نفسك للزملاء وتفضلي دكتوره وفاء. مساء الخير، انا شكرا لحضرتك، شكرا على المحاضره المتميزة والمحاضر المتميز جدا جدا الصراحة. شكرا. يعني حاجة جميلة جدا جدا، وكمان التميز في علم التصنيف، لأن علم التصنيف ده في أنا أستاذة نبات وتنوع بيولوجي لكنه في علوم القاهرة، لكن علم التصنيف وأنا بتاعي تصنيف نبات طبعا، علم التصنيف ده فيه مشكلة على مستوى العالم، وعشان كده أنا يعني مبسوطة جدا جدا من المحاضرة. عندي رجاء لحضرتك، يا ريت محاضرات دسمة زي اللي حضرتك بتعملها دي يا ريت تحطها على اليوتيوب، واحنا عملنا كده في المنتدى اللي انا منظمه، منتدى التصنيف والوراثه النباتيه، بنحط المحاضرات على اليوتيوب عشان يعم نفعها ان شاء الله. الملتقى له جروب على اليوتيوب، جميع المحاضرات السابقه من احنا دلوقتي المحاضره رقم 16، ال 15 محاضره موجوده على الجروب او التشانل الخاصه بالملتقى ان شاء الله، فجميع المحاضرات هتلاقيها اونلاين وابعتها لحضرتك الرابط. يا ريت عشان استفيد منها. اتفضلي. حلو قوي ان ده متمر، شكرا لحضرتك. السؤال بقى للدكتور هيثم، في النبات في المولوكولار تول يا فندم، اما بنيجي نستخدم الميتوكوندريال دي ان ايه، ده بيشيل صفات الام بس، هل يا ترى هل ده يندرج على التكس او الانسكت عامه برضو، ولا التكس فيه حاجه تانية؟ الميتوكوندريال دي ان ايه في النبات جاي من الام فقط. السؤال الثاني وبسرعه جدا، هل يا ترى الحشرات في السبيشيز الواحده في بيئات مختلفه ممكن يبقى ليها مورفولوجيكال فيتشرز مختلفه زي في حاله النبات ولا لا؟ شكرا لحضراتكم جدا جدا. شكرا. تمام يا دكتوره. هو مبدئيا الميتوكوندريال جينز هي فعلا بتكون ماترنالي انهيرتد، بيتم توريثها من الامهات للبروجيني بتاعتها، ولكن هنا احنا ممكن نعتمد على السبيسرز زي الاي تي اس 1 والاي تي اس 2، دي ما بيتمش توريثها ولكن بتكون مختلفه حسب النوع. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، انا اسف، السؤال الثاني كان ايه؟ هل السبيشيز الواحده بتاخد ايكولوجيكال فيتشرز مختلفه في البيئات المختلفه؟ يعني هل في حاجه اسمها ايكولوجيكال افكت او ايكو تايبس في التكس او في الحشرات عامه، ولا ده في النبات بس؟ شكرا يا فندم. هو زي المثال الاخراني اللي انا كنت حاطه اللي هو البراون دوك تيك او السيفلس سانجوينيس، في منه ثلاثه لينيج والثلاثة مختلفة موجودين في بيئات مختلفة، التمبريت ده موجود في البيئة الباردة، والتروبيكال في البيئة الحارة، والساوث ايسترن موجود في دول معينة زي دول جنوب شرق أوروبا، وبالمناسبة ممكن أكثر من لينيج من دول يعيشوا في سيمباتري في نفس الدولة، يعيشوا مع بعض، يعني إحنا عندنا هنا في مصر في الاثنين لينيج الساوث ايسترن والتروبيكال. ليه؟ ودول عفوا دول نسميهم بقى ايكو تايبس، ولا هم مختلفين جينيا فنسميهم جينو تايبس؟ لا، جينيا نسبه التشابه عاليه جدا، مش هنقدر نفرقها جينيا، ومورفولوجيا هم واحد، ولكن الاختلافات بتكون في الانتر بريدنج. اوكي. في الريبرودكتيف استراتيجي، ما ينفعش ان هم يتزوجوا، هم ما بيفضلوش ان هم يتزوجوا مع بعض. بتكون النسبه في الاخر قليله جدا. وبالتالي يا دكتور هيثم، شكرا التحليل، شكرا على التوضيح. التحليل الجيني ما حسمش الموضوع، يعني انا فاكر ان اعتقد ان التحليل الجيني بيكون الفيصل او النقطه الاخيره اللي نقدر من خلالها نقول ده نفس النوع او مختلف. النوع ده تحديدا عندنا احنا في التكس في مصيبه سودا، عشان بس نبقى واضحين، يعني هو لدرجه يعني اولا الهابلوتايب اللي تم من خلاله وصف النوع ده اساسا في اللاتريالي سنه 1806 كان من فرنسا وكان ضعيف جدا، ما فيش اي حاجه تميزه، تكس لونه احمر ليه فتحه شرج، شكرا، ما فيش اي حاجه، وده خلى
الكيوس ده الكيوس دي تحصل. وبناء عليه في سنة 2018 تم وصف نيو تايب من نفس اللوكاليتي في فرنسا لنفس النوع بتاع التيكس عشان يوصلوا لوصف جديد للنوع. ولكن ده ما حلش المشكلة لأنه في حوالي 17 نوع تانيين لنفس الكروب ليهم نفس الوصف المورفولوجي. فإذا المورفولوجي هنا كارثة. طب الجينيتك كاركترايزيشن يقدر يحدد من خلال جين أو جين لا هل النوع ده هو ده ولا لا؟ شكرا دكتور. دكتور إبراهيم اتفضل. دكتور إبراهيم حقيقة أنا يعني أولا أريد أهني الدكتور هيثم على المحاضرة لأنه عادة التصنيف ممل ومزعج، بس شكرا. أنت الحقيقة يعني طعمتنا التصنيف بالرغم من دنيا الليل، يعني بالليل عادة الناس تنام ما تسمع تصنيف، يعني تسمع شغلات شوية يعني أفلام ولا شيء، بس ما تسمع تصنيف وتكس وبالطريقة اللي عرضتها. والله أنا أهنيك يعني. أنا عندي أسألك سؤال صغير، يعني هل انحرف التصنيف كثير عن ما وجده هوغسترال في مصر أيام زمان مثلا؟ سمى يعني سمى تعرف أنت المجموعة الكبيرة هو هوغسترال، هل التصنيف مع الموليكولر بيولوجي اختلف كثير عن ما وضعه هوغسترال؟ ولا هاي الأشياء الجيوغرافيكال ولا هو يعني تقريبا احنا نفس العوائل اللي وضعها هوغسترال هي موجودة الأربعة؟ مظبوط. هي الانحرافات دكتور إبراهيم إنه الأخير كانت افتراضات بناء على mostly المورفولوجي. هل في support بالجينيتك identification للموضوع ده أو لا؟ لا، في حاجات تم إثباتها وفي حاجات تم نفيها، مش كلها كانت صح ومش كلها كانت غلط. فعلى سبيل المثال مثلا إنه في monophily ما بين الثلاث كل الفاميليز والسب فاميليز بتاعت التيكس، وده هو اللي قاله هوغسترال والمدرسة بتاعته. في حالة السوفت تيكس عندنا ثلاث مدارس كانوا موجودين، الراشن سكول المدرسة الروسية ودي كانت بتاعت فيليبوفا وبلاشوف، المدرسة الأمريكية زي هوغسترال والكوليجز بتوعه، والمدرسة الثالثة بتاعت كلومبن. والثلاثة كلهم بيقولوا نفس الكلام بتاع المورفولوجي، ولكن مع عدم وجود جينس معين احتووه تحت جينس تاني او هكذا. بناء على نوع الجين اللي بيتم تحديده انا عاوز ايه؟ عاوز اعرف الجنس ولا عاوز اعرف النوع، او عايز اثبت نظريه او عايز انفي نظريه؟ بحدد نوع الجين مش اي جين استخدمه. فبيتم من خلال ده هي انحضرت؟ انحضرت كتير لانه في داتا كتير جدا عن ما قبل اللي كان موجود. والكتيرة دي بتقودنا للكونكلوجنز كتيرة جدا. شكرك دكتور. في أي حد من حضرات الزملاء يحب يسأل الدكتور هيثم؟ طيب وإلا كان في خلل بالنسبة لي. دكتور هيثم أنت حضرتك ذكرت كلومبين، وكلومبين ده شغله أكاروس كتير مايت. يعني أو مايتس يعني إحنا عندنا في مصر بالنسبة لشغل النتاج شوية عشان معظم الزملاء أكاروس، شغل الجينيتكس قليل جدا او لان التكلفه وهل حضرتك يعني اللي يشتغل جينيتكس ده لازم يكون عنده شغل او عنده خلفيه كبيره علشان يقدر يشتغل الجينيتكس، ولا ممكن بالاستعانه ببعض الزملاء في مجال الوراثه يقدر يساعدوه في النقطه دي؟ لان احنا ابحاثنا في داخل مصر يعني في الجزئيه الخاصه بالجينيتكس قليله جدا. فرأي حضرتك وهل تحبز يعني في فريق من الزملاء او اساتذتنا التاكسونوميست بيقولوا لا يعني لا مجال عن الاستغناء عن المورفولوجي وهو الفيصل، والجينيتكس ده ممكن يعني على استحياء كده. لكن في كلام حضرتك النهارده انت حضرتك ممكن تغير الكيز اللي طلع الكرانتز عمله في 2009 بناء على التحليل الجيني، ده ممكن يتغير مزبوط. خالص الترتيب ده لو عمل تحليل جيني ممكن الهاير كاتيجوريز والاوردرز والكلاسز اللي هو حطوها جديده ممكن تتغير وتقلب الدنيا كلها اذا تعامل الجزء الخاص بالجينيتكس. طيب يعني دكتور هاني يعني مبدئيا يعني خليني اقول ان هو زي ما انا قلت من شويه من ضمن المميزات بتاعه الموليكولار ايدنتيفيكيشن ان هي مش محتاجه انتومولوجيكال اكسبيرينس، مش محتاجه يكون عند حضرتك خبره في الانتومولوجي او الاكارولوجي او ان انت بتاع تاكسونومي او لا. كل اللي انت محتاجه ان واحد بيكون بيفهم في الموليكولر بيولوجي، بحيث تجيب العينه انت حضرتك هتعمل كوليكشن وبعد كده هتروح على التكنيك وات ايفر هو
RFLB, macro satellite marker, PCR, real time, whatever it هو. فأنت محتاج هنا background مش للإنتومولوجي, background للمولكولار بيولوجي. فأنت محتاج واحد بتاع genetics, واحد بتاع مايتس. المشكلة بالمايتس, المشكلة بالمايتس, المايتس مثل القراد كبير, تقدر تستخلص الدي ان اي والميتوكوندريا بسبب, بس لما انت يجيك واحد اريوفايدي حتى تستخلص, حتى تحضر كمية من الاريوفايدي. لذلك دائما المولكولار بيولوجي بالمايتس شوي متخلف عن التكس اللي هو حجمه اكبر, ويعني الهاندلنج ماله اسهل. هذا اعتقد دكتور هاني نفسه هو 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 بدا. يعني لما ذكر له الدكتور محمد نجم زميلنا في اليابان, لما هو رايح في منحه على نفس المجال ده, فراح لقى اليابانيين شغالين في الموضوع ده من الثمانينات على المايك. طيب خليني اوضح حاجه, متاخرين قوي يعني. اتفضل. انا هسال الدكتور ابراهيم سؤال تاني. اتفضل. يعني حضرتك بتتكلم من وجهه نظر ان المايتس صغير جدا ان احنا نعمل منه دي ان اي اكستراكشن وبالتالي نروح على المولكيولار ايدنتيفيكيشن, مظبوط؟ نعم. طيب هل المايتس هيكون اصغر من المايكرو اورجانيزمز؟ لا, المايكرو اورجانيزمز بيتم من خلالها المولكيولار كاركترايزيشن, لانه احنا الدي ان اي اللي احنا محتاجينه مش كتير خالص, احنا محتاجين نانو جرامز عشان نقوم بالعمليه كلها, ودي ميزه جديده للمولكيولار ايدنتيفيكيشن, فبالتالي الموضوع مش صعب. في بالمناسبه دكتور هاني, انا كنت اتكلمت, يعني احنا لو هنتكلم على الاكارولوجي بصفه عامه, كان في يعني نقاش دار بيني وبين الدكتور نجم في خصوص الموضوع, ما بين الاختلافات ما بين الجين معين في المايتس وفي التيكس. يعني انا عندي مثلا في التيكس حاجه زي الاي تي اس 2 او الانترنال ترانسكرايبت سبيسر 2, عندي في الـ في الـ في الـ في التيكس ممكن يوصل 1800 بيس بير. في حالة المايتس 90 بيس بير تيترانيكس. فطبعا في اختلاف كبير جدا من 1900 ولا 1800 ل 90 في المايتس تيترانيكس. التيترانيكس 90, يعني ده نقاش فعلي دار بيني وبين دكتور نيل, لانه في اختلاف رغم ان الاثنين اكزوديدا, بس يعني سوري رغم الاثنين اكاري, بس في خلافات كتيره جدا من الاثنين, ودي برضو ميزه يعني موست اكوريت. دكتور هيثم, انت وين درست؟ نعم يا فندم. وين درست؟ الدكتوراه كنت في بعثه في الهند, وخدت تريننجز في روسيا والتشيك. يعني انت رايح عند الناس المعنيين يعني, خلاص مظبوط. لانه الروس هم الحقيقه يعني ساده القراد بالبدايه. مزبوط. يعني سعداء ان حضرتك تكون معنا دائما. بالعكس, انا متونس مع يعني هيثم, بس والله يعني المحاضره مش مال الليل. يعني شكرا دكتور. ان شاء الله مره ثانيه. ان شاء الله مره ثانيه بالنهار باذن الله تعالى. ان شاء الله. شكرا لحضراتكم جميعا. شكرا دكتور هاني, يعني اجمعنا الحقيقه دائما على على يعني موائد دسمه. ان شاء الله اتمنى المحاضرات اللي جايه تبقى اسهل, كل بنجود كل شويه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم, ونتمنى لكم ليله سعيده. شكرا دكتور هيثم, والى اللقاء ان شاء الله. شكرا, شكرا دكتور. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. وعليكم السلام.